عقد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اجتماعا مع مديري المديريات للوقوف على الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ في 10 من يونيو الجاري. وأعلن الوزير استمرار المراجعات النهائية التي تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات، كما أعلن التنبيه بعدم التفتيش داخل اللجان والمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونية، كما أكد السماح بدخول الطلاب للجان بدءا من الساعة 8:15 صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول.